أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أنفقت حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 أنه لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة كان لازما أن تكون شبكة الكهرباء والتوزيع قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن. إحنا في مصر لما اتكلمنا خلال السبع سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنية الأساسية اتكلفت 400 مليار دولار. وحياة كريمة اللي ذكرت دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتورة أماني ده بتكلفنا هتكلفنا 40 مليار دولار عشان نقدر نقول إن إحنا بنضع نفسينا في مجال مناسب. لو عايز تقارن دولة زي من غير ما أجيب أسماء هذا قارن دولة زي مصر عشان أنا أقدر أكون يعني محطة أو مركز للطاقة طاقة الكهرباء على سبيل المثال كان لابد أن يكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والإنتاج قادرة على استيعاب النقل لينا لدولة زي ليبيا لدولة زي السودان لدولة زي إسرائيل لدولة زي الأردن لدولة زي السعودية.